فوكال كلونيك سيمبل بارشل اهي، قاعد وبيلعب ولا في اي حاجه في الدنيا، مفيش اي حاجه. يعني ممكن تخلي الطفل معاكي ايده بتعمل كده، عينه بتعمل كده، هو قاعد معاكي قدامك او في كلاس سيمبل. اوكي تحبوا عيدها تاني؟ ولا نقل على بعدين؟ حصتين ثلاثة فاصل، يقول لك الواد فاصل،
بيعرف ان هو سنه او كام سنه؟ لا 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 لا، ولا ده ولا ده بيبقى فاهم. اللي بيبقى حاسس السيمبل يقول لك ايه يا ايه يا دكتور قاعده تعمل كده، مش عارفه اوقفها، بحاول امسكها مش قادره اوقفها، لان الكونفرجنس ما تقفش، لكن الانفولانتري موفمنت تقف، فاهم؟ او التكس تقف. ما يحسش، ما يعرفش ان هو فقد كده. لا ما يفقدش ثاني. الولاد بقى تلاقيهم يا حبايبي في الحصص بقى يبقى لوست منهم، مثلا ستيب من مساله وهي الست بتحل، كلمه وقعت فمش فاهم بقيه الموضوع، ده سكند. لكن الكومبلكس دول بقى بيضيعوا خالص، دول ولا حد بيضرب ايه، دول اللي في عالم تاني. وبعدين بتكلمها بترد عليه، بتتحرك بتتحرك، لكن فهي الست بتبقى فاكره انها ايه يعني العيل مظلوم. يعني اللي هي educational او learning disabilities due to epilepsy كتيره جدا. خدوا بالك، مش لازم الشكل بتاع، لازم مش لازم يقع على الارض. الراجل ده بقى هيجيله مايكلونك، شوفوا الفازه بقى وكانت معاه ايه يا حرام، مثلا لو معاه ابريق شاي. الفازات شايفين؟ انا عندي عيل بيتنطر من على الترابيزه لحته قدامه. لو ماسك حاجه سخنه هتقع عليك، لو قدامه حجر هيقع. ريكارنت فولينج، يجيلك ريكارنت فولينج والام مش عارفه. طب يا دكتور يبقى ماشي ورايا في الشارع الاقي الوضع على الارض. نعم؟ ممكن ايد واحده، بس في حاجه اسمها نورمال مايكلونس سبيشلي ديورينج سليب، كلنا بنتفزز واحنا نايمين، فدي ما فيهاش، عشان بس ما تسالوش. وكل العيال بتتفزز وهي نايمه، اسمها فزه مايكلونيك، اسمها فزه. ماشي؟ عشان السلايفا، عشان الديسبيسمنت بتاع الطعم.
ما يبقاش في الستة. أقول خف. الولد ده بقى ده عشان الرحمن الرحيم. ده بقى اللي لابس على دماغه ايه خوذة. من اوحش انواع الكونفولجنز وعليك هتقلب بس هيقع ازاي؟ دي الاتونيك دي مريعة. العيال عندي كلها متعورة. يعني حاجة يعني صعبة قوي. بيلبسه هلمت لكن انت في مصر بقى انت العيل تلبسه هلمت تلبسه طاقية ما بيرضاش. ما شكرا. ده نفس الورق. دي التونيك لونك ايه بقى؟ شلداها ما عملتلاش ولا حاجة. شايفين راسها ازاي؟ ما جاتش جنبها خالص، سايباها لما الدور يخلص خالص منها. خلاص. خلص خلاص، فينش. اقل من لو انا ام وبصت في الساعة، لو ما عداش خمس دقايق مش هديني يورين، بعد ثلاث دقايق بتبتدي تحضري. افرضي بيجي دقيقة، كل ثلاث أربع ساعات دقيقة. لو ما عندوش سب كلينيكال بالإي إي جي مش هديله نيورين. تديله ليه؟ ما تعملش حاجة. مش هيحصل له حاجة. دي نفس الحالة تاني. دي بالليل يا حرام لما البيبي عادة بيحصل له. دي تونيك لونيك الحمد لله هو على جنبه. طبعا بيحصل معاه كتير انيوريسس فكتير من حالات النكتونة ينيس الأم تفتكر عن يبتين ويطلع العين بشيء عشان البدل وهي مش حاسة بيه وهي تيجي تشتكي لك من النكتونة ينيري. شايفين الصوت؟ بص البيشنت when he is convulsing as if he is dying فعلا الكلمة دي مكتوبة. طبعا دي حق الأم انها تبقى مرضوعة بس المفروض انت رد فعلك ما يبقاش عنيف كده. بس طبعا لحد دلوقتي بيبقى رد فعل يعني. Thank you so much. I hope you next time.